عسلامة، شنحوالكم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير ونعمة. الناس الكل توحشتكم برشا برشا. عندي يمكن 3 ايام ما شديتش تليفون وحكيت فيه معاكم، ما عملتش مونتاج للفيديو خاطر تلهيت شوية النهارين هذوما. اليوم البنات نهار الاربع، صدقوني اليوم ما صدقت انه نهار اربع باش نخرج شوية الصبحية نعمل دورة في عزيزة وكل. ما عرفتك ساعاتك تدخل بعضك بين الايامات، ما تفهمش اليوم 3 ولا 4. قبل كل شيء نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدأ مع بعضنا في الفيديو. اول حاجة عملتها الصباح البنات، خرجت داري الكل الشميسة، حسيت الشمس زرقة قلت خليني نخرجها الكل وتتشمس. حطيت زيت الماشينة تدور، حضرت قهوتي باش نفطر، ومن بعد باش نخرج نمشي العزيزة كيف ما قلت لكم، ونرجع بعدها معناها نكمل شوري. عندي حاجات ريتهم في الكتالوج عجبوني على الاخر، قلت لازم نصورهم لكم. اما الله غالب الفيديو متاع عزيزة معناها بطولكم النهار الاربع، والله روحت ديريكت عملت له المونتاج وحطيته يتصبغ باش نحط لكم كان شنو فم عرفتو، كانت نجمو تخلطو اخلطو. تصوروا نلقاه يقعد 3 ايام باش يهبط، والله 3 ايام باش يهبط في 16 جيجا باش يهبط لكم، معناها حتى باش ناخو فورفي انترنت معناها خاطر الوفي ما يهبط ليش رزين ما يخلطش. وليت نحيته فسخته، قلت ندخله لكم في روتين نكمل لكم معناها الفيديو كامل شنو عملت نهار الاربع. فما حاجات عجبوني هبلو اني بالنسبه ليا، فما حاجات عندي الحاجه الوحيده اللي مشيت على خاطرها هي هذه اللي نحط عليها المغرفه متاع الطبخ. عجبتني على الاخر اني عندي كعبه بلاستيك شريتها لي ما معناها بلاستيك عندها يمكن عامين عندي، اما هذوما ما ريتش منهم الحقيقه. هذوما سلعه تركيه عرفتو كل البلاستيك الغليظ المزيان، مشيت على خاطرها والله العظيم. من عزيزة كامل عجبني في الكتالوج هاكم، اما فما برشا حاجات تحبل، اما بالنسبة لي اني ما نحتاجهمش توا. كوجينتي بصراحة مليانة قربج، ما عاد عندي وين نحط. شوف الطبقات هذوما زاد يهبلوا، اما الطبقات اللي عندي قدش على الراس مانيش باش ناخو. هذوما زاد جابوهم يهبلوا كما هذه اللي تبشر جبن، عرفتو كل تحسها لوحك ولونها مزيان. الكعبة على 3900 جابوا منها برشا حاجات، ومن بعد نشوف نوريها لكم. وهذوما اللي يعني حاطه فيهم الطاولة هذيك متاع الجاتو، كيما الطاولة فيها خطاها ياسر مزيانة، ونفس الموتيف اللي جايبينه في هذا جايبين معناه في الطاولة ولا سبور متاع الجاتو جايبين بيهم نفس الزينة كيما المغرفة اللي اني خذيتها، ونفس الزينة جايبين فيهم البلاتوات وجايبين فيهم صحافي وجايبين فيهم سوبر متاع حلو. عرفتو كل اللي باش ياخو حاجة ياخو نفس الموديل ونفس الموتيف، تبدأ تهبل بالحق، تبدأ كوجينتو كل مشاكل كل لون على كل لون كريمة، كلهم نفس الموتيفة بالحق. محليهم اللي جابوهم المرة هذية عجبوني. اول مرة اني نخلط بكري تتسمى، ما شاء الله لقيتها معبية وناس تتخاطف في كل شيء. عجبني حاجة بركة زادا مشيت على اساس باش ناخذها، هو بلاتو ازرق يهبل باش نحطه لكم تو. حبيت ناخذه بلاتو وكاس ومي وكاس متاع قهوة وهيك صحن صغير تحط فيه حلو ولا حاجة. ياسر مضخم يهبل، الكاس مضخم وطبق مضخم على الاخر، وكالفازة متاع الدورية هذيك ياسر طالعة في الماعون والكيسان والسريبس متاع بيت الفطور وكل. حبيت ناخو منه، هو ظهلي حكيت كما شفتوه يمكن قريب ال20 دينار، اما ما لقيتش. عرفتوا اني وقديش من طفلة لوجوا عليهم، سألت حتى اللي يبيعوا غادي قالوا لي يوفي، مش عارفة وقتش وفات وقتش حلت عزيزة مش يوفى. اما الله غالب معنا كل شيء بكتبة ربي، فما برشا حاجات مزيانين توجيبوهم وكل، ولا فما الحوانة زادة اللي حب ياخو. اما بالحق فما برشا بنات جاوا على خاطر الطبق هذاك، الله غالب ما كتبش هو محلاه وعرفته طبق مزيانك كبير، والكاس مزيان زيدا الحقيقة ما لقيتش منه، ما جاش قدامي كاس كيما هكاك.
الله غالب ما كتبتش. هذا مزيدة عجبوني ورقة ما كنت حابة عليهم، هذاك علاش قلت خلي ناخذ كعبة ليا وكعبة لمام. ما عرفت شنو اللون، من اللون اخترت اخضر، قلت كي نحطوا فيه الغلة تبدأ ظاهرة هكا خارج عليها، من بعدك فما مراقتي لا والله راه ماهوش مزيان الاخضر، خذ يا روز يا زرقاء. مرة قلت ناخذ كعبة روز ليا على المعونة اللي عندي، وناخذ كعبة زرقاء خاطر ما حابة الازرق. هذوما البنات اللي نحكي لكم عليهم حابة نشري منهم سيرفيس طاولة يقتل يقتل يقتل. الفازة هذيك متاع الدورية هذيك كما قلت لكم توندونس على الاخر في المعون، معناها طالع على الاخر. هي مات هذية ياس المضخمة هكوما 3 سحونة ب15 ألف ولا 16 ألف حاجة كيما كيك، اما ياس المزيانين. اما صغيرين هما راهم متاع معجون زبدة متاع حاجة هيك تمدها قلوب هكاك. هذو من الناس الكل يخطفوا فيهم خطفان، يعني كان جي عندي وين نحط في الكوجينة راني خذيتهم من غير ما نخمم. الماتير متاعهم محلاها هيك ورزينة وكل شيء، وكيما حصلوا محلاهم. هذو ما زيدي اللي قلت لكم عليهم بريسك بربع عليه في الكعبة، حبيت ناخو اللي تعمل البطاطا بعد بدلت راي، قلت يا اما ناخو كلهم كيف كيف يا اما لوح. هذه اللي حبيت ناخذها، ريتو محلاهم هكا كان تبدا مع وحده تاخو كل شيء هكا سيري كامل. حصلوا اكتبوا لي البنات شنو خذيتوا نتوما، اكيد راكم خذيتوا حاجات، ومستحيل اللي مشي في النهار هذا ما خذيش حاجه. جايبين برشا حاجات مزيانه وحاجات هكا تتصلح، مش محلاهم زيدة متاع السائل متاع اليدين ومتاع الصابونه مزيانين، الأما في الفير أحلى. هذه مشيت روحت باش نجيب فلوس أخرى وناخذها ما لقيتهاش، تعمل الكريب ولا تعمل بانكيك ولا أي نوع متاع فطاير تبدأ سائلة، جست تنزلوا هكا على اليد متاعها وتهبط لكم على كبر المقلة اللي على كبر الكعبة، كعبة الكريب ولا الفطاير اللي تحبوا طيبوها. محلاها معناها براتيك على الاخر، وتخليك تنفح انك باش تعمل بانكيك ولا تنفح باش تعمل كريب. وكل ساعات تاني نبخل اني كل نبدا باللوش ولا بالكيس نهزها. حاصيلو ما جبتش اني دقيقه حق باش ناخو هكيك، خاطر خديت برشا قضيه اخرين ناقصيني للدار. كي مشيت باش نرجع ناخو فلوس اخرين لقيتهم ساي تباعوا الكل، قعدت كعبه هيك مكسره شويه ما كتبتش. محليهم سيدي هذوما اني كان جيت بالحق عندي كما قلت لكم وين نحط، راني والله لنفلتهم. حبيت زيد على الصنادق، فما صنادق اخرين حبيت ناخذهم ما لقيتهمش، لقيت كان السيدي هذوما الحقيقه حسيتهم صغيرين شويه. وكهو هذا شنو فيها المره هذه عزيزه، ما شاء الله ان شاء الله مبروك للي يخذيه واللي شري منهم حاجات مزيانين. يعني حديثة لازم تخلصني كما قالي راجي نهار طول وانا نصور ونشكر اما بالحق فما حاجات يجيبوهم البنات بصراحة بصراحة سمهم ما عمرك ما تلقاهم البرة والله بالحق. من عادش كان حكيت هيلكم من المرة اللي فاتت كي مشيت نصور في بوتيك في ترفر، قالت لي برشا حاجات معناها عزيزة تجيب فيهم مستحيل تلقى السومة متاعهم حتى في القرو. قالت لي احنا المعمل اللي نشريه منه ما يبيع لناش بالسوم هذاك، يعني فما حاجات تجيبوه مش كل شيء بطبيعة، حاجة هيك حاجة ولا حاجتين تجيبهم السومة متاعها مستحيل حتى تلقاهم في المعمل اللي يصنع فيهم. معناها ساعات يبيعوا لك الحاجة بأقل سوم بأقل راس مالها، فهمتوا هذاك علاش؟ يعني فرصة تجي في حاجة في اثنين يبيعوها بأقل حتى من راس مالها. وفما حاجات بتبيع ياسر ياسر غاليين يجيبوا فيهم البرة موجودين وأرخص برشا من يجيبوهم غادي. وكهو من بعد كيف ما قلت لكم روحت للدار، خليت اني دار الكل محلوله وتبشي تغسل، وليت نشرت تبش وعملت مسحه للدار، ما هي شاحت وليت دخلتها ودخلت فرشتها. حبيت ان نمسح اليوم على خاطر هيك الدنيا عرفتوا كل
شميسة زرقاء كل شيء، وجد باش تجيب حذية ما، قلت كيف تجي تبدأ دني كل نظيفة، وبطبيعة وقت اللي تجيب حذية ما تطلع بحذية زيادة حميتي. أما راهو البنات ما نصورش برا، يعني كي تجيني حميتي، خاطر حميتي من نوعية اللي ما تحبش تظهر، ما زالتك حاشمة، حتى هي حتى صوتها تقولي لي ماذا بيك ما نتكلم انتي. هذاك علاش ما معناها ما نصورهاش وقت اللي تحب تظهر حميتي في القناة وتظهر. اما راهو صورت معايا برشا حاجات، الاكلات اللي تعرفهم الكل، الشبتية، المحشية، البسيسة، الفطاير، كيب عزوزة، الكسكسي بالجمة، برشا 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 انواع معناها تعرفهم هيك عروبي، طيبتهم لي راهي في القناة وشاركتها معاكم. عم ناول وقتها بريسك كل يوم نصور عندها، كهو حاسيل ونظمت الدار. وباش نطيب فطوري مقرونة جادية، حبيت نطيب حاجة هيك سريعة، وزيد كيما قلت لكم الطقس تحسوه بارد شوية، باش نعمل مقرونة جادية بالفول والحمص. هذه من الأكلات اللي معروفين بها في مساعدين. يمكن في مساعدين كهو، خاطر كي نشوف مثال جروبات متاع كوجينا كي هبطوا مقرونة جيري يهبطوها بالخضرة. تصور انتوما هكا زادة بالخضرة، وإلا مقرونة جيري بالدجاج، وإلا مقرونة جيري باللحم، وإلا مقرونة جيري بال شنو عندنا وآخر فما معناها بك السلق والمعدنوس والسفنيريا والعدس وفول وكل. أما عنا نوع منعرفش كان انتوما طيبوه ليه، بالفول وحمص أكهو، فهمتوا؟ أظن الحاجتين الثنائي اللي لازم يكون. ونفوحها بالبسباس، بسباس كعب نرميوها في الاخر، بالحق بنينه بنينه على الاخر. ونطيبها مقرونه جاريه معايا عاديه بالطماطم والبصل، نقليلها ومن بعد نمرقها ونحط الحمص والفول. الحمص والفول اني طيبته من الاول باش ما ياخذليش اكثر وقت، وباش نزيد معاها بريك كما شفتوا غليت البطاطا وزدت المعدنوس والبصل وحطيت التن، ونفوح بشوية ملح وكركم وشوية نعناع شايح، وحطيت العظم. وبطبيعة باش نقص سلطة، يعني باش تفطر بحذية ما، هذاك علاش. وما من الأكلات المفضلين عنده هي مقرونة جيرية بالفول والحمص. هذيك البنات اللي شريتها من عند عزيزة المغرفة، وخذيت الورقة هذاك شنو خذيت، يعني مشيت على خاطر هذيك خذيتها. اما قعدت حايرة في الموتيف شنو ناخو، ما لقيتش حاجة تعجب، اني يعني ديما نحب نبعد على الفلوري وكل شيء. لقيت زوز انواع فلوري كما شفتوهم، ولقيت اللي في الازرق هذيك عجبتني، اما في التصوير ما تظهرش هكا علاش، وليت خذيت هذيك هكا تبدا مزيانة وهني فيها ألوان مقبولة. وهذا يفطور نحضر المقرونة والبريك والسلطة، نخرج للتراس بطبيعة نفطر في الشميسة، ومن بعد ندخل ونشوف شنو باش نحضر للعشوية. خذيت زيت البنات من المرشي كمية باهية من القارص، لقيته رخيصة شوية. تعرفوا لهني هيك عنا بلاصة في المرشي يبيعولك بالسحفة، سحفة متاع القارص بالفين، معناها هي يطلع لك الكيلو ب 700 فرنك 800 فرنك. اما الحقيقة ما نكذبش عليكم، معناها ما هو شكل القارص الباهي، يعني القارص الباهي خذيت يمكن منه 4 كيلو المرشي اللي فات ب 1200، وهذايا هيك تحسوه صغير وفيه ضربات شوية. أما به معناه سومو باش نصبر إن شاء الله هالرمضان، وكان حين ربي بخير لطهور الأولاد. أما معناه كل مرة باش نعمل شوية هكا علاش. خذيت شوية قارص باش نعمل سيترونات للعشوية متاع اليوم وكهو، حتى لين نعمل كمية باهية بطبيعة نشارك معاكم الفيديو. خذيت كما شفتوا يمكن 8 كعبات قارص ولا 9 كعبات، قشرت منهم شوية البنات، كل طرف كان نلقاها مضروبة ولا حاجة عادمة، كل نقشرها
هاني النقص من وراه والله العظيم لا يجيكم فيه ولا معناها ما تحسوش بالمرارة جملة. قشرت اللي حسيته مضروب من القشور، ومن بعد كل كعبة قارص نحلها نحي منها القلوب، خاطر راهي أهم حاجة، أهم نقطة تنحية القلوب. القلوب راه فيه المرارة. ردوا بالكم، وماذا بكم في القارص؟ معناه حسيت انه القارص كي يبدا الكعب متاعه صغير وتبدا القشره صغيره ما يجيكمش فيه مراره جمله. كملت هاني نظفته بالباهي، نحيت القلوب، ومن بعد البنات حطيت مي، يمكن زوز اترات مي يغلي، ودوما ما نشوف المي اني باش يغلي نرمي القارص ونسكر عليه المي، ما نخليش يطيب دوبا ما المي باش يغلي. فهمتوا معناها؟ ماهوش طايب وماهوش ني، باش يسهل لي من بعد الرحيان. بعد ما سكرت عليه الغاز رحيته كما شفتوا، وتوا باش نصفيه. سهل على الاخر على الاخر على الاخر، ما في حتى شيء. خذيت الصفايه، والا كان عندكم ما قماش نظيف يبدا هيك محرمه بيضه ولا حاجه، تبدا معناها كيما اللموسيه هيك تصفي لكم الحاجه، تنجموا تعملوا بها خدمة المصفيه، تاخذ برشا وقت. باش نصفيه توا الكل، وباش نزيد عليه قرطاس سكر فانيليا. انا مركزتش على الكمية البنات، قديش قارص قديش مية، كل عملت كل شيء بعيني عيني ميزاني. اما ان شاء الله غدوة ولا بعد غدوة نعملكم فيديو نقول لكم قديش من الكيلو قارص قديش عليه مية وكل شيء. وزدت عليه بطبيعة السكر، وكهو هذا يا سيترونات متاعنا حضر، مش باش نخليه يبرد، ومن بعد نشربه. صحة وبشفي للي باش يشرب، وصحة بشفي ليكم كان باش تجربوه وتعملوه. وهذه الكمية اللي نحاتها لي يمكن 8 كعبات قارص، والله ما شاء الله طعمته تهبل، خاصة كي تبدأ حاجة هيك معناها فرشكة. أني بصراحة من نوعية أنه نحب الليم معناها شروبه ولا السيترونات في وقته معمول، ما نحبش الحاجة المصبرة. أما مضطرة اني باش نعمل تصبيرات شوية للقارص، خاطر كما تعرفوا باش يغلى بريد اخرى. وهذه هيك قهوة القهوة بتاعنا باش نقعد ونركشو مع بعضنا. بطبيعة حمادي تطلع ديما بعد العصر، تصلي العصر وتطلع، ونزيد نحضر الطاولة بمكتب ربي. واحنا هيك نوصلوا بكم لاخر الفيديو، ان شاء الله فيديو اليوم عجبكم، نحبكم برشا برشا، وبسلامة.